السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصابين إن شاء الله. إن شاء الله نصوبوا عاوتاني هذا النهار الدجاج من دغما، واخا حنا فايت صوبنا كان غادي نعاود نشاركوا معكم هذا النهار إن شاء الله. إن شاء الله. شنو عندنا فيه؟ عندي هنايا ثلاثة ديال الدجاجات ولا أربعة، دابا حنا على حسب الأشخاص، ما نجيبش عندي ناس بزاف. يعني عشاء عادي وصافي. عشاء. ثلاثة ديال الدجاجات وما يعني ما يكونوش لاض بزاف باش كيجيو لذادين. إيه شحال الوزن؟ يعني جوج كيلو ونص قبل ما يتذبحوا، ملي كيتذبحوا تيبقى فيهم داك كيلو ربع كيلو ونص. يعني في ذاك الحدود ما يكونوش هما مذبوحين جوج كيلو حيت كيكونوا تيكونوا غلاض عاود بزاف. هذا شوية غلاض. يعني هو مذبوح ناضي كيكون فيه كيلو ونص من الأحسن. داكشي على حسب. عندي هنايا كيلو البصلة وشلطو. كيلو. وواحد شوية ديال القزبور. عندي هنايا العطرية، عندي التومة، وعندي الخرقوم، عندي غير شوية، وشوية البزار، وشوية وهذا السكنجبيل غنديرو بزيت، عندي واحد الحامضة، عندي الزعفران الحر، عندي الزيت بلدية، الزيت بلدية والرومية، غنخلطهم، اللي بغا يدير بلدية ولا الرومية ولا المهم ديك شي اختياري، وكاس ديال الماء، كاس ديال الماء، عندي هاد القشوشات التهما غنصوبهم هاهما. القشوشات تاعهم غادي نقادهم ونصوبهم ديال الدجاج اللي كيبقى منهم. بسم الله غادي نبدا دابا نشرب الدجاج. واخا غادي ندير السكنجبير تنديرو معلقه، انت شتي هذا السكنجبير مصوب على اليد حيت زوين، الا كان ما زوينش المهم خصو يكون زوين. ها هو معلقه يعني كان مشري كيكون اللي كيكون طحون من الطحون ناضي كيكون كيعطي ريحه زوينه. لا اللي كيكون طحون ناضي يديرو كثر حيت الدجاج كيبغي سكنجبير. اما هذا حنا كنجيبوه هو عرق وكنحكوه كنحيدو داك القشره الفوقانيه يا هكا دغيا بالخفيف كنطحنو. هذا البزار غير راس المعلقه، مكتسوش بزاف البزار اللي كندقوه في المهراز وكنطحنوه وسميتو صافي كنغربلوه من داك الشنيتفات ديالو صافي كيولي مجهد باش ما كنكثروش منه. هانتي الثومه كندير واحد معلقه صغيره تكون مطحونه مطحونه ديرو معلقه ماشي معلقه صغيره يعني ميه يعني كبيره معلقه هكا حتى هو كيبغي الثومه. نديرو هذه المعلقه الصغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره هذا الخرقوم هذا ما كنكثروش بزاف باش ما يطلقش لينا الريحه. زوينه ريحته زوينه ولكن ما كان كيضيق ماشي بحال الاخر هذاك اللي ما فيهش الريحه ديك ديال الباكيه ما فيهش الريحه كيدير شويه النسمه. هذا غنديرو حتى التالي ما نديروش دابا غنديرو في البصله نصيب في البصله. انا غادي نعصر هذه باش نديرها هنايا وندير شويه هذا الكاس ديال الماء عندي كاس ديال الماء وغادي نعصر هذه هنايا ونرجع لك واخا الحمد نديرو هنايا نهضرو الحمد باش كيجيو زوينين صافي. غادي نخلط نخلط هاد العطرية مزيان وغادي نبدا نكارني فيه هاد الدجاج كيما العادة ضروري تخليهم واحد شحال من واحد الوقت خليتيهم مزيان. دابا غادي نشرب لهم مزيان هاكا نكارنيهم ونخليهم حتى بالفاتح حتى ثلاث ساعات نبضهم واحد ساعه المكانه على الاقل واخا. هادو صافي خليتيهم صافي ما خليتهم واحد ساعه المكانه. دابا غادي ندير ديك الجنيوحات حتى هما شتي حتى هما غنديروهم هنايا وهاد المقاليب قاس نديرو فيها المرقانيت دخلت العطريه هاد العطريه اللي بقات انت شتي غادي نزيدها شويه ديال داك الثومه اللي بقات ثانيه شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكنجبير واحد معلقه صغيره ديال السكنجبير نخلطها مزيان عاوتاني بحال هكا. هذه هي اللي غنديروا لها الملحه راه ملينا الملحه راه ما عطيتهاليش واحد داك الحمض كيكون لا ماشي الحمض هذا الدجاج كنكون حكيتي بالملحه حكيتو والحامض هو اللي كنهضر لك عليه الدجاج حكيتو بالملحه ما كنشوفش هكا هكا بلاتي باش نحس بزاف الدجاج حيت حكيتو بالملحه ما تنديروش الملحه. انا غادي ندير هذا بالبصله دابا ديك البصله اللي انا شلطتها غنديرها هنايا
نخلطها مزيان مع هاد العطريه باش حتى هي تنسم. كلشي انا كنصوبو بيدي، يدي مغسولين كنا كنصوبو زمان. صافي غادي نديرو على الدجاج. ملي غيطيب الدجاج غنحيدو، غتبقى البصله نتشحرها حتى طيح، حتى كطيح كيما الطياب العادي، كيما الطياب العادي. دابا هادو كنسهل على المبتدئات اللي قاعد بداو في يطيبوا هاد الشيء ديال الدجاج. اللي كان شي فرحه هكا ولا شي مناسبه، ما نخرجش كاع فرحه الفرح كيكون في تبارك الله في التواصل نيت هي مناسبه بسيطه. دابا البنات اللي ما كيخافوا يتحلوا لهم الدجاج كنديروا لهم الكوردون، وريناهم في واحد الفيديو. راه غادي يطلع لهم في الفيديو اللي كنت صورت في الصوره الان ان شاء الله رابط هذا بالنسبه باش ما يمشيش يتحل ليهم. حنا حيت مدربين تنعرفوا ليهم، تعرفي قياس الثياب، نعرفوا قياس الثياب. دابا البنات اللي بعد بداو خاصهم خاصها تدير له الكوردون ديال الثياب ديال غير حتى تولي تشد له الوقيته ديالو ديال الثياب ديالو عبار الثياب. ندير القزبور هنايا وغادي ندير الزيت بلدية ندير الزيت الرومية جد كاس العنبة مخلط مخلص هاكا نص هاكا صافي. دابا شنو صافي دابا غادي ندير غير قنصات حتى هما راه غادي نديرهم في الجنب، راه وجداتهم عليا صاحبتي قنصات ما كيجيو زوين. الكبدة غنخليها حتى نسلقها هي في شويه د الماء ونقطعها وعاد نديرها باش ما تذوبش. صافي نشعلو عليه، دابا نشعلو عليه. غنزيدو كاس د الماء، نزيدو كاس د الماء د العنبه، نزيد هانتي كاس د الماء تنشحرها مزيان، عاد نزيد واحد جوج كيسان عاوتاني ولا ثلاثه. نوريك شحال غنزيد د الماء، غنخليها دابا حتى تشحر شويه. واخا نخد الدوميره دابا غادي نخليه يتشحر في هاد شويه د الماء باش هاد العطريه تدخل في الدجاج مزيان، عاد نزيدو الماء ان شاء الله يتشحر مزيان. غادي ندير هاد الزعفران الحر واخا غير حكيتو بين يدي وصافي، صافي حتى واحد شويه غنقلبو. واخا شوفي دابا نبقى نوريك مرحلة بمرحلة كيفاش يكونو طابو من الجهة اللي تحت. ماشي تا هو تشحر انت كنتقبلو معاك شويه باش ديك العطريه كي كتبقى لاصقه فيهم راه كتسير بعد نتقبلو من هنا من الصدر هذا باش ما يتفلاش دي بلاصه خاصه. بلاصه اللي خاصها بقى لها بقى خاصها تتقبل من بلاصه الصدر حتى باش كيتسي من داك يسخن صافي هكا عاوتاني بلا اخرى نقلبهم على 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 ظهرهم فهمتي على جنبهم نقلبهم غير على ظهرهم على ظهرهم عاوتاني مرة أخرى غادي نقلبهم على ظهرهم باش كتشحر نيت مزيان تشحر مزيان في ديك العطرية مزيان تزيدي تسحري كيما هكا عندك متجهديش البوطا باش ما يلصقوش مدرناش الماء بزاف زعما كان أنا متنديرمش الماء بزاف باش كيجيو ولاد الدجاج دغيا كيطيب ماشي بحال اللحم شوية ديال الماء نعاود نسلك هاد الكوب الماء حيت كاين دابا اللي كيعطسهم في الماء بزاف كيهراو شويه عرفنا غنقلبو من هاد الجهه اللي باقا صافي غنحيدو دابا السلامة يا حسين شتي قلبتي قلتي لي غادي تقلبي على جنب قلبتي على الجهه وعلى الجهه كيلصق ما والو شتي غنحيدو باش ما يطيحلكش كديري شي حاجه شي تبصيل ولا شي حاجه تحت منه باش ما كيبيعو باش ما كيتفرطش. المهم المبتدئات تما اللي كيزولو بالمحترف محترف راه كيعرفي كيفاش كيتعامل معاه واحد مولف انت شتي ملي كنحيد الدجاج هادشي عاود غير كيطيب غير كيطيب كيما ما كتلقاش ما في الورق كيما قلت لك درت غير جوج كيسان العنبه باش كي اللي شافو باش كتحكمي فيه الدجاج ها هو باش كتحكمي فيه دغيا كينشفل كي الا كثرتي الماء راه تتنشفلكش تتنشفلكش الطوابيع وكيجي الدجاج باسل. انا دابا غادي ناخذ شويه المريقه هنايا شتيها شويه المريقه نديرها مع الزيتون علاش باش نغليه فيها شويه المريقه غير واحد جوج غليات صافي باش يجي بنين شتي
غنديرو على شي واحد جوج عريات صافي. وهذا غنبقى نديو نجيو حتى يوجد. انا حيت هذوك الجنيحات حتى مع هادشي كتبقى دابا هكا حتى كتسي الكبده. درتي الكبده حتى كتشحن مزيان. والدجاج انا غادي نوريك كيفاش غندهنو وندخلو الفران ان شاء الله. اللي بغى يزيد شويه السمنه يزيدو فهمتي، نزيد غير شي شويش حتى التالي. عرفتي علاش؟ باش ما يدخلش في الدجاج حتى ما تيبغيش لينا السمنه. واخا انا مصوبه عليه غير شي شويش في مريقه وصافي. اللي ما بغاش ما يديروش، ولا واللي بغى يقدر يدهن بيه حتى الدجاج. اللي بغى يدهن بيه حتى الدجاج كيجي زوين. انت درتي ويا الريحه طلعت ديال السمنه صافي. وقيلا وجد لا ولا باقي مازال حتى شي شويه مازال صافي. بدات كتفرق مع الزيت عرفها صافي. راه هاد الغميره وقفات انت ولكن يديك بيدها ملي تحيدي ملي كتحيدي الدجاج راه قيديك بيدها غير كتشوفيها كتبدا تفرز الزيت هكاك صافي كتعرفها كتعرفيها جداد صافي. شتي دابا صافي غادي نطفي عليه شوية د السمن والهريسة وغادي ندير شوية ديال الزيت بلدية. هذا بال الدجاج اللي غندخلوه للفران. دابا هاد الهريسة فيهم فيها كلشي من السما، فيها هنا شوية ديال الملوحية، فيها شوية الحرور. بالنسبة اللي كيبغي الحرور، اللي ما كيبغيش راه ما كيعيدي غير شوية ديال السمن وشوية الزيت بلدية ولا شوية الزبدة. المهم داكشي على حسب الرغبة. دهنيهم تما بلا تحطيهم في هذا الفران؟ لا غادي ندهنهم دابا هنا في هذه الجهة ونقربهم نعاود ندهن في الجهة أخرى فهمتي. غندهن دابا هذه الجهة ونهزو نحطو تما ونعاود ندهن له الجهة أخرى فهمتي. تا هو الضميرة راه واجدة خاصها غير تسخن. غادي ندخلهم للفران. باش عاوتاني ندخل هاد البلاصة الجهة الأخرى ساهلة. دابا هاد السيدات اللي باغيين يصوبو هادشي راسهم بلا طباخة بلا والو راه يقدرو يصوبو حتى ثلاثة طبالي ربعة طبالي بلا ما تمحم راسها تبدا تقلع على اللي يطيب لها ولا اللي يصوب لها. راه ساهل هادشي ماشي صعيب. وهادشي راه حسب انا مكنديرش قاع قلاوة بالسيليسا وديك داكشي اللي كيخصها النسمة ديال الدجاج. كندير الطياب ديال لا توقع قلاوة بالسيليسا كيديرهم في 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 الدجاج ولكن انا ما تنديرهمش. ولكن عندهم طريقة ديالهم. حنا وريد سبق وريناها لهم الطريقة ديالهم. عندهم الطريقة ديالهم هادي. هذا الطريقة اللي هي أصلية اللي كنت كنصوبو حنا شحال هادي من فاس ما تنبدلوهاش. وانا كنشوف حماتي هكا كنت كنصوبهم. كنا شحال هادي كنقليهم في الزيت. دابا ما بقيناش كان ديك الساعات ما كانوش الفران في الدار. كنا كان الا كنت غطيبي في الماسك تخرجيه للفران الزنقه. وكنا كان الناس كيقليوه في الزيت كيفاش يجي محمر ومقرمل يجي محمرين. دابا الناس كيتفاداو داك الزيت ولات ما بقاش كيما شحال هادي كان. ولاو دابا قوت وغلات بعدا فينا هي خاص بغي كاع تقلي فيها. والله كنا كنقدي لها هذا الزيت على والو. دابا ولينا كنحمر في الفران تيجي غزالي. لا دابا الفران صافي السمن اللي درت. وحاجه اخرى ملي كيكونوا طايبين الفران راه غير كيعطيهم داك التحميره الفوقانيه صافي. يعني كيبقى لذيذ من الداخل كيبقى فتي. بغيت نقول لك من الداخل هانتي باش كنعمل لكم من اي جهه من هنا ومن هنا. ايوا صافي هادشي اللي كندخل ملي ان شاء الله ملي نجي ندخل من الفران. دخلوا دابا الفران هانتي شتي فين ما كديريش لتحت. لا نديرو الفوق حتى يسخنوا مزيان. كنديرو تتحمر شويه العافيه كتكون مجهده شويه. صافي خرجتيهم صافي ما خرجتهم سخونين صافي. دابا غادي ندير بصي التقديم ونشوفهم ان شاء الله. بدا الدجاج خصهم يدخلوا دخله وحده ويخرجوا خرجه وحده باش ما يجوش ناشفين. باش ما كيجوش ناشفين عاوتاني بغيت غير يتحمروا ما يبقاوش يدخلوهم بزاف. صافي نبقى نحاول دابا نصب هذا بحال داكشي ديال الفرح. ما سميتو مع بيضة هنايا في الجناب فوق هكا. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. يوجد الطبق ديالنا هكا. وجدات الدجاج ديالنا هكا كيكون ديال زمان ما فيهش لا
الزياده لا نقصان. القديم الماكله يعني الطياب قديم الدجاج المدغمر مدغمر ديال زمان ديال عرفتي مذاق ديالو داك الشرفي غير الريحه ديالو كتشهي يا بنا المغسوش عرفتي يفوت فيه السمان يفوت فيه شي حاجه انا ما تنديرش القرفه ما تنديرش البسيل السمان داكشي كله ما تنديروش في هاد الدجاج ديالو اللي هو ديال مغربي ديال زمان وكاين عاوتاني طرق وحدين طريق كل واحد الطريقه ديالو وريناهم لهم راه كاين في القناه فيه الطريقات بزاف الدجاج ما عنده حد كل واحد باش كيطيبو على حسب المنطقه ولكن هذه هي الوصفه هذه هو الوصفه اللي كتكون اللي كتخليك ما توليش تبدلي بشي حاجه اخرى هو اللي حنا عندنا معتمد عليه يعطيك الصحه ايوا بالصحه والراحه بيدات محدا وداك القنين صاد اللي طابو معاه ومانيت اللي كيزينو داك الطغميره بيدات و... وداك القشيشات راه كنديرو كندير حتى في الطبيسلات وصنحطهم تبارك الله عليك الله يبارك فيك الخبز ديال ديال ديالنا ديال النخاله ديال المعتمد معجن بالخميره البلديه ايوا تيجي داك الشيء كامل مكمول داكشي اللي كان شي هو مغربيه اللي كتعجب كاع الناس زمان الدجاج المدغمر ديال الناس زمان تفكرنا عاوتاني هذا النهار في الطبع ديالو الحقيقي ديال يعني الذوق ديال زمان على حقو طريقو ما تبارك الله عليك شكرا على المجهود ديال اليوم او مره اخرى ما تصبريش علينا صوب لنا شي طبق يكون تقليدي الله يعاونك وصلنا لنهاية الحلقة إلى طبقت الوصفة بعتونا بالصور على المواقع اللي غتلقاو راه بديلها في صندوق الوصف كذلك الاشتراك بالنسبة للزوار جدد والضغط على الجرس لتوصلونا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء.